السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعي قناة الفجر سبور. برسم الدورة 20 بطولة القسم الوطني الثاني شطر الشمال الشرقي، استضاف فريق النادي الرياضي القصري فريق شباب العرائش في ديربي اللوكوس الذي احتضنه ملعب سانتا باربرا بالعرائش، وألت نتيجته للفريق الزائر شباب العرائش بهدف لصفر من تسجيل اللاعب ياسين حدادة. اللقاء عرف سيطرة مطلقة للفريق العريشي منذ انطلاق المقابلة، وبالخصوص الجهة اليسرى التي عرفت تألق اللاعب أيوب الذي سيحصل على ضربة جزاء بعد عرقلة واضحة من مدافع الفريق القصري. ضربة جزاء ستكلف بتنفيذها اللاعب ياسين حدادة، وبكل هدوء يسجل هدف السبق للفريق العريشي، ونشاهد فرحة اللاعبين بهذا الهدف الذي يساوي الشيء الكثير. من هنا بدأ الحكم في إخراج البطاقة الصفراء والحمراء، وكانت أولها في حق اللاعب سفيان فتوحي لاعب شباب العرائش. هنا الحكم يعلن عن خطأ لفائدة النادي القصري، وبطاقة صفراء للاعب محمد سعيد، ولكم التعليق. رغم الهدف السابق الذي سجله فريق العريشي، فالفريق العريشي لم يبقى مكشوف الأيدي، وقام بعدة محاولات تسجيل كان أبرزها الضربة المقصية الرائعة للاعب فريق شباب العريش وتدخل حارس فريق النادي القصري. الإطار والمدرب محشوب الحل ظل واقفا طيلة اللقاء يقوم بتوجيه التعليمات للاعبيه في هذه المقابلة الصعبة ضد فريق النادي الرياضي القصري. هنا أبرز محاولة تسجيل أهدرها اللاعب سفيان فتوحي الذي رغم ذلك قدم لقاء بروح قتالية عالية في هذه المقابلة، مقابلة الديربي. الفريق العريشي قدم لقاء كبير خلال الشوط الأول، وكان بإمكانه أن يخرج منتصرا بأكثر من 3 أهداف لولا الدفاع القوي والجرينتا التي لعبها بها الفريق القصري. هنا نقطة تحول في المقابلة، الحكم يحتسب بخطأ غير واضح ضد اللاعب محمد سعيد ويجيله البطاقة الصفراء الثانية، وبالتالي البطاقة الحمراء ومغادرة الملعب. لينتهي الشوط الأول بفوز الفريق العريشي بهدف لصفر من تسجيل اللاعب ياسين حدادة. رغم أن اللقاء الديربي يلعب بدون جمهور، إلا أن التعزيز الأمنية كانت كبيرة خلال هذا اللقاء. الشوط الثاني دخله الفريق القصري بعزيمة الفوز، وقام بعدة محاولات تسجيل، وقلق المدرب القصري عن النتيجة وخروجه أكثر من مرة عن المنطقة جعل الحكم يجهل البطاقة الصفراء الثانية وبالتالي الطرد. وعندما كان يبحث الفريق القصري عن تعديل النتيجة، الفريق العريشي قام من حين لآخر بهجمات مضادة كادت أن تعطي أكلها في العديد من الأوقات. هنا مطالبة الفريق القصري بضربة جزاء، لكن من خلال الإعادة يتضح أن الكرة ضربت في ظهر اللاعب مدافع فريق شباب العريش. الحارس حاتيم حارس فريق شباب العريش وقف سدا منيعا امام جل محاولات الفريق القصري، وانقاد شباك في العديد من المحاولات للتسجيل، وكان بامتياز رجل المقابله. اللاعب المتالق لطيف الوات الذي دخل في الشوط الثاني يسدد ضربه خطا بطريقه بديعه، لكن الحارس القصري يتدخل منقذا فريقه من هدف ثاني. الفريق القصري في الشوط الثاني قدم لقاء كبير، لكن تدخل دفاع فريق شباب العريش وحارس العملاق حارس حاتم حال دون تسجيل الهدف. هنا الفريق القصري ينفذ ضربة خطأ بطريقة رائعة، والحارس حاتم ينقذ مرماه بطريقة ولا أروع. اللحظات الأخيرة من اللقاء مرت رهيبة
على الفريق العريشي حيث ضغط الفريق القصري بكل قوة لسجل هدف التعادل لابتداع شيئا ما عن المراتب الأخيرة المؤدية لقسم الأوسبا. ولينتهي ديربي اللوكوس بانتصار فريق شباب العريش على النادي الرياضي القصري بهدف لصفر من تسجيل اللاعب ياسين حدادة. مقابلة ديربي مقابلة الأعصاب، معنا مدرب شباب العرايش محجوب الكحل. إيمان، شباب العرايش يقدم مقابلة قوية في هذا الموسم هذا، شنو ممكن تقول لنا على هذه المقابلة سي محجوب؟ المقابلة كانت كنا عارفينها غتكون بواحد، راك عارف الطابع ديال الديربي لوكسيس معروف، ثاني ماتش وانا تلعب في هذا الديربي هذا، كنا حنا طامعين باش نفوزوا لأن ما عندناش ضيعنا بزاف ديال لي ماتش ونستاهلوا نربحوا بصراحة بنتيجة عالية. واخا راك شفتوا ديال التحكيم، حنا قمة تنلعبوا، أنا مازلت نقولها وقمة تنلعبوا هنايا في المدينة ديال شباب العرائش، تنتكبصوا من جهة لي زربيط، تنشي البطاقات الحمراء ما كايناش ولكن لا غالبة إلا الله. وبون شونس تاع القصر إن شاء الله، نتمنوا بصراحة الكرة شريفة، منافسة شريفة، واخا هما جيراننا ولكن نتمنى لهم ما يطيحوش هذا العام وبالتوفيق لهم إن شاء الله كاملين. مبروك تزنقات، مبروك الفوز مقابله الدربي ضد فريق القصر الكبير. هارد لك الفريق القصر على المجهودات اللي داروا خصوصا المقابله، كنا عارفين بصعوبه المقابله من اول لا سومين بتعليمات المدرب وبداك الحرقه ديال اللعابه اللي عارفين قيمه الديربي، واغلبيه ديال الدراري ولاد البلاد عارفين بقيمه هذه المقابله وعارف بقيمه جمهور العرائش اللي كيتسنى هذا الفوز هذا بفارغ الصبر. شكرا بزاف 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 على هاد الروح القتالية، وشكرا للمدرب على الثقة ديالو في اللاعبين.